بصي بقى، كوبايه ونص سميد، سميد البسبوسه، ونص كوبايه دقيق، كوبايه جوز هند، دي مقادير الكنافه العربي اهي موجوده قدامنا، كوبايه ونص سميد، نص كوبايه دقيق، كوبايه جوز هند، نص كوبايه سكر، معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه كبيره قرفه، نص كوبايه زيت، كوبايه لبن حليب يعني، كوبايه سوداني مطحون بس يكون خشن شويه. بصي تجيبها لنا يا هشام السوداني مطحون خشن، وكوبايه ونص شربات كنافه، ده في الاخر الشربات ده بعد ما بتستوي. يبقى انا مقاديري كوبايه ونص سميد، نص كوبايه دقيق، كوبايه جوز هند، نص كوبايه سكر، معلقه كبيره بيكنج باودر، اهو شايفين خشن شويه،